إنما يتذكر أولو الألباب الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار جنات عدن يدخلونها من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة
جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم فنعم